أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم. حياك الله رشيد. يا مرحبا، حياك الله سعود لقاءاتنا المشاهدين. إذن بعد الفاصل مشاهدينا نبدأ جولتنا بالصحافة المحلية. نبدأ جولتنا من الصحافة المحلية وبهذا الخبر من صحيفة الكويتية التي نقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قوله إن جميعنا ينتظر عودة الحياة الطبيعية تماما مثلما كانت عليه وأفضل، وهذا اليوم سيأتي بإذن الله لا محالة، لكن لنعمل على عبور هذه الفترة نحن وأسرنا وكل أحبائنا، وهذا يتطلب إحساسا عاليا بالمسؤولية وعدم التراخي أو المجاملة في تطبيق الاشتراطات الوقائية. صحيفة الوسط قالت إنه بينما تحتفي دولة الكويت بالذكرى السادسة لتكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومنح سموه لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، واصلت أجهزتها المختلفة السبق في ريادة وقيادة جهود الإغاثة والإغاثة الإنسانية بهدف مساعدة المحتاجين ودعمهم من خلال عمل خيري نوعي. الكويت تواصل الجسر الجوي لإغاثة السودان الشقيق بمواد غذائية وخيام ومضخات مياه. تحت هذا العنوان تناولت صحيفة الصباح إعلان جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس السبت عن إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والخيام ومضخات المياه لإيصالها للشعب السوداني الشقيق. وفي السياق الإنساني كتبت صحيفة الشاهد أن الكويت جددت التزامها بدعم لبنان في محاولته للتعافي من انفجار بيروت المأساوي في الوقت الذي تواجه فيه جائحة كوفيد-19 والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي ترأسته الكويت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستجابة في لبنان بعد الانفجار في بيروت. إذن كما فزعت دولة الكويت لبيروت تعلن اليوم فزعتها للأشقاء في السودان عبر إيصال مساعدات وعبر أيضا جسر جوي مستمر. ما هو تعليقك أستاذ رشيد؟ طبعا هذا هو ديدن دولة الكويت دائما. الكويت لم تسمى يعني بلد الإنسانية ولم يلقب صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه أمير الإنسانية من فراغ. ديدن دولة الكويت هو دائما ساعدة الدول المحتاجة التي يعني وصلت إلى بعض القارات الدول التي يعني تبعد آلاف الكيلومترات عن دولة الكويت. هو الكويت لم تحوز على ما يقارب يعني 95% من مجمل الأصوات في مجلس الأمن عام 2018 كسابقة للتصويت في مجلس الأمن كعضوة غير دائمة إلا من ديدن عملها الإنساني والإغاثي. صنفت الكويت خلال 15 عام الماضية يعني السادسة على التوالي فيما يخص اللجان الخيرية التي تهم دائما في مساعدة الشعوب المنكوبة والدول التي تحتاج إلى الكثير من المساعدات نتاج لطبيعة يعني الحال. لذلك دولة الكويت هي دائما دولة سباقة. دولة الكويت هو ديدنها من يعني نشأتها من يعني حكامها الأولين، وهناك يعني دول شقيقة ودول صديقة دائما ما تكون الكويت حاضرة. هناك الكثير من الدول يعني الفقيرة إن صح التعبير أو الدول يعني ذات الناتج الضعيف ما تسمي شوارع رئيسية ومباني رئيسية ومساجد رئيسية وجامعات رئيسية باسم دولة الكويت، وهذا يدل على الطابع الإنساني الذي يعني من الله علينا فيه. ولذلك هو شيء طبيعي جدا أن يكون الكويت دور محوري، خصوصا وأن السودان دولة عربية، وهذا ما يؤكد ما جاء
في نصوص المادة يعني الأولى أو الثانية من الدستور في أن الكويت دولة عربية، لذلك هو ديدن وترجمة لنصوص الدستور. هذا من ناحية، من الناحية الأخرى هو يعني تأكيد على العمل الإنساني والإغاثي لدولة الكويت. نعم، وفي صحيفة الجريدة نقرأ إعراب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالنتائج الإيجابية والبناءة التي تحققت خلال جلسات الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للقضاء، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبيين، بالتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين ترسم خارطة طريق لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة الليبية. ننتقل إلى صحيفة الأنباء التي تناولت إعلان الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن تخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين ومواطني مجلس التعاون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، والفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 6 مساء لاستقبال الوافدين في المبنى الرئيسي بجنوب السرة لإنجاز وتسجيل المعاملات. ويأتي ذلك لتنظيم العمل والاستقبال وتنفيذا للاشتراطات الصحية المعمول بها. وفي صحيفة الرأي أوردت إعلان هيئة الأشغال العامة القطرية أمس افتتاح المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد الذي يعد أهم مشاريع الطرق في الدولة، ويمثل حلقة وصل رئيسية بين جنوب قطر وشمالها عبر مدينة الدوحة. ما دلالات هذه التسمية على أهم مشاريع الطرق في دولة قطر الشقيقة؟ طبعا مثل هذه التسمية طلعنا عليها من خلال التقارير، من خلال الأخبار في الصحف قطر الشقيقة، والتي وصلنا إلى نتيجة أن مثل هذا المحور، مثل هذا المسمى يليق بما الذي يليق بمقام صاحب السمو، يؤكد على دلالات عدة وأمور عدة، من ضمنها الدور المحوري الذي قام به صاحب السمو يعني في المنطقة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الدور المهم والدور النشط في رأب الصدع في الأزمة الخليجية. لذلك هي إشارات وتأكيدات من جانب الشقيق قطر على دور سمو الأمير حفظه الله في أن يكون يعني محور من أهم المحاور الرئيسية في العاصمة قطر الدوحة، مسمى باسم صاحب السمو، وهو يعني قليل بحق صاحب السمو الذي يعني له دور مشهود في هذه المنطقة، كان له دور ملحوظ ودور حيوي ومحوري في الأزمة الخليجية. وهي هذه الدلالات تؤكد أيضا على متانة وقوة دولة الكويت وقوة قيادتها فيما يخص رأب الصدع وفيما يخص القضايا المتعلقة بالجوانب المحيطة في يعني كل الدول الشقيقة. نعم، إذن مشيت الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، بعد هذا الفاصل التجي إلى الصحف العربية والعالمية. وفي صحيفة التايمز تسلط الضوء على تكتيك ترامب الانتخابي في مينيسوتا التي كانت حتى وقت قريب ولاية ديمقراطية خالصة، لكن كل ذلك يمكن أن يتغير في الانتخابات القادمة حسب التايمز التي تلفت أن سكان الولاية العاملين في سلسلة الحديد الصناعية قد يكونون مستعدين لدعم المرشح الجمهوري لأول مرة منذ نصف قرن. عنوان المقال يختصر القصة: التعدين للحصول على الأصوات. كيف يخطط ترامب للفوز بولاية مينيسوتا؟ هنري زيفمان كاتب المقال يرى أن الناخبين في مينيسوتا ينسبون إلى الرئيس ترامب الفضل في إبقاء مناجمهم مفتوحة وتأمين وظائفهم. يخشى الكثير أن يكون جو بايدن غير قادر أو غير راغب في القيام به. إذن كلينتون فازت في مينيسوتا بفارق ضئيل قبل 4 سنوات، لكن هناك مخاوف من عدم قدرة بايدن على المحافظة على هذه الولاية حسب الصحيفة. لماذا قد يفوز ترامب بمينيسوتا هذه المرة برأيك؟ طبعا مينيسوتا دائما خلال يعني فترة 50 عام الماضية كانت يعني مدينة الترنح، وهي مدينة عمالية بطبيعة الحال ومدينة صناعية تترنح ما بين يعني الديمقراطيين من جهة والجمهوريين من جهة أخرى، ولكن دائما ما تميل الكفة إلى
يعني الحزب الديمقراطي، وهذا ما حصل خلال الأعوام الماضية وخلال انتخابات الرئاسة الأمريكية. لماذا الآن يعني تميل الكفة إلى ترامب؟ هي لي دواعي عدة على رأس تلك الأمور: دعم ترامب فيما يخص قانون التأمين الجديد الذي أقره وأكد عليه خلال حملة الانتخابية الماضية، كذلك حلحلة بعض الأمور المتعلقة في قضية البطالة، وخصوصا أن ما يقارب 65% أو إلى 70% من مجمل يعني سكان هذه الولاية هم من فئة الشباب، الذي يعني دعمت إدارة ترامب باتجاه أن تكون هناك حلحلة لنظام البطالة، وأن تكون هناك يعني أيادي صناعية جديدة وشبابية في هذه الولاية الصناعية كما ذكرنا سلفا. العديد من الأمور المتعلقة بالجانب الاقتصادي، ترامب حاول خلال الفترة الماضية أن يسلط الضوء على الجوانب أو أن يضع بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية للمدن العمال للولايات العمالية والصناعية ومن ضمنها هذه الولاية. لذلك كل تلك الأمور يعني وضعت كفة الحزب الجمهوري بقيادة ترامب على كفة الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن. لذلك أنا أعتقد أن ترامب استطاع خلال الفترة الماضية أن يضع الجرين لايت لفتح الكثير من المدن العمالية والاقتصادية، نعم، سواء بدعمها أو حلحلة بعض القضايا والقوانين. نعم أستاذ رشيد، أذهب معكم مع السادة المشاهدين إلى عرض لأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم في تقرير مراسلتنا أمل مسعد. من القاهرة صباح الخير على حضراتكم، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستعرض خلالها أهم وأبرز منشطات الصحف المصرية السياسية منها والاقتصادية والرياضية وكل ما يستجد من أحداث جديدة حتى اللحظة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020. ونستهل جولتنا الإخبارية بمنشط يتصدر جميع الصحف المصرية اليوم عن مونديال اليد 2021. ففي الأهرام: توفير جميع الإمكانات لنجاح تنظيم مونديال اليد 2021. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانات لنجاح أضخم حدث رياضي على مستوى العالم، وهو بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال على أرض مصر في يناير 2021. وستشهد البطولة مشاركة 32 دولة وإقامة 108 مباريات في 4 صالات مختلفة في 3 محافظات. وتعطينا الوطن بادرة أمل جديدة عن لقاح كورونا، وتقول الوطن: بدء تجارب لقاح كورونا في مصر على 6000 متطوع. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بدء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه التجارب أطلق عليها لأجل الإنسانية وتتم في 4 دول عربية: الإمارات والبحرين والأردن ومصر، من خلال مشاركة 6000 متطوع. أما عن فيضانات السودان فتقول الجمهورية: مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوي لدعم الخرطوم. تواصل مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني في محنته الحالية، حيث اتجهت طائرة نقل عسكريتان إلى مطار الخرطوم محملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق. وعن تفاصيل ملف مخالفات البناء الذي انتشر في الأونة الأخيرة، فقالت الأخبار: الدولة نجحت في تحقيق التوازن بين الحصول على حقها ومراعاة المواطن. حزمة من التسهيلات والإجراءات التشجيعية اتخذتها الدولة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض قيمة التصالح إلى الحد الأدنى الذي نص عليه القانون، وهو 50 جنيها فقط للمتر. أما عن عشاق الساحرة المستديرة، فأعلنت جريدة اليوم السابع تفاصيل مباراة الليلة: الزمالك يتحدى الإنتاج لاستعادة الانتصارات. يستضيف الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في 8 مساء اليوم.
على استاد القاهرة الدولي في افتتاح منافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وفي المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر برصيد 30 نقطة. وبهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، وعودة مرة أخرى لزملائي في استوديو منشط الصحافة. كانت معكم من القاهرة أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت. وفي صحيفة نيويورك تايمز تهتم بالخبر الأفغاني في مقال بعنوان انطلاق محادثات السلام الأفغانية في قطر سعيا لإنهاء عقود من الحرب. أخيرا تأتي الحكومة الأفغانية وطالبان إلى طاولة المفاوضات بعد تأخيرات متكررة، لكن العنف مستمر والتحديات هائلة. تحت هذا العنوان تكتب نيويورك تايمز: بدأت حركة طالبان والحكومة الأفغانية محادثات سلام تاريخية في قطر يوم السبت بهدف تشكيل حكومة تقاسم السلطة التي من شأنها إنهاء عقود من الحرب التي دمرت أفغانستان وخلفت ملايين القتلى والنزوح. إذا تم تحقيق اتفاق السلام فستكون المرة الأولى منذ أجيال التي لا يتم فيها إنشاء شكل جديد من الحكومة الأفغانية تحت تهديد السلاح. النموذج الحالي كان إذانا ببدء الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام طالبان القاسي في عام 2001، وكان كل حدث سابق يعود إلى الغزو السوفيتي عام 1979 عن طريق الانقلاب أو الانهيار أو الفتح. ولكن مع بدء محادثات قطر على خلفية انسحاب القوات الأمريكية والعنف الخطير ضد المسؤولين الأفغان والمدنيين، جادل بعض منتقدي العملية بأن تمرد طالبان ما زال في الواقع يمسك بمسدس في رأس الحكومة. إذن ما سقف التوقعات برأيك أستاذ رشيد بشأن ما ستنتهي إليه هذه الجولة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان؟ هل برأيك فعلا هناك فرص لإنهاء هذا النزاع الطويل والمعقد؟ يعني حقا الله دماء المسلمين. اعتقد ان على مثل هذا البرنامج من سنوات عده اكدنا ان هناك بعض الامور الشائكه وبعض يعني القضايا العالقه سواء على طاوله المفاوضات من الجانب يعني حركه طالبان او من جانب الحكومه الافغانيه. كلا الجانبين لم يثق ولن يثق بالجانب الاخر ما لم تكون هناك وضعيه يعني مختلفه جدا ويعني اتفاقيات ولقاءات مختلفة جدا. كلا الطرفين هناك يعني قضايا عالقة ما بين الطرف ذاته، يعني حركة طالبان هناك مشاورات ومناوشات فيما الحركة ذاتها. لذلك اعتقد ان هناك الكثير من الافراد المنتمين لحركة طالبان يعني يدفعون باتجاه ان تكون هناك امور مهتمة بالقضايا ذات الطابع النسائي، وهذا ما تطلبه يعني ما طلبته الحكومة البريطانية. نعم. ما طلبته الحكومة البريطانية، والطرف الآخر وهو الطرف المناوئ لمثل هذه المطالب يرى أن من الجانب الحكومة الأفغانية ترى أن المطالب النسائية مطالب مستحقة. لذلك كل تلك الأمور هناك حل حلا وشرباكة. هناك أيضا يعني مطالب أمريكية في أن الانسحاب من قبل يعني القوات الأمريكية من أفغانستان تطلب يعني تأكيد وشروط معينة لحركة طالبان. كل تلك الأمور شائكة. أنا أعتقد أن الأمور معقدة ولن تكون نعم. هناك حلحلة للكثير من القضايا العالقة ما بين الجانبين خلال الفترة القليلة المقبلة. نعم. في صحيفة البايس الإسبانية تهتم بتداعيات كورونا على طبقات والعلاقات الاجتماعية في تحليل إخباري بعنوان البوصلة الأوروبية، الفيروس وتحور الطبقات الاجتماعية. يطمس الوباء الفئات التقليدية ويهدد التماسك الاجتماعي، وهو سمة مميزة لأوروبا ما بعد الحرب، تعلق أندريا ريزي كاتبة المقال. إلى جانب التغييرات التي يسببها في الأجساد والأرواح، يبدو أن الوباء يعزز أيضا طفرة جينية للطبقات الاجتماعية، تغيرات في المواقف والوعي والعلاقات المتبادلة بينها التي تضيء التحول الجماعي.
يعني برأيك هل تتفق مع الكاتبة في أن كورونا تهدد التماسك الاجتماعي الأوروبي وتطمس الفئات التقليدية في مجتمعات أوروبا ما بعد الحرب؟ ليس في أوروبا فقط، في كافة أنحاء العالم التماسك الاجتماعي أصبح يعني مهلهل، خصوصا في ما يخص أزمة كورونا أو جائحة كورونا خلال الأشهر السبع أو الثمان الماضية. لذلك لم تكن على مستوى أوروبا، نعم هناك النظام الاجتماعي التقليدي افتقدناه خلال الفترة الماضية. أعتقد أننا مقبلون على نظام اجتماعي جديد ليس في أوروبا فقط بل في جميع أنحاء العالم. الآن يعني لم يعد للتجمعات والتلاصق الجسدي والتلاصق أيضا الروحي تواجد فيما يخص التجمعات الإنسانية في المكان الواحد. أيضا لم تعد هناك سبل تقليدية، لم يعد الاعتماد على السبل التقليدية هو على رأس الأولويات الاجتماعية، بل هناك أسلوب وصياغة جديدة للحياة الاجتماعية بشكل عام. لذلك أنا أتفق بما ذهب إليه كاتب هذا المقال من أن التماسك الاجتماعي خاصة في أوروبا وفي دول أنحاء العالم لن يكون كسابق عهده ما قبل جائحة كورونا. نعم، وفي صحيفة لوموند الفرنسية تطالعنا بهذا العنوان: في اليابان بسبب الانكماش الاقتصادي الجيل الذي يبلغ من العمر 20 عاما ليس لديه أحلاما كبيرة. يظهر الشباب الياباني القلق على مستقبلهم أنفسهم على أنهم مقتصدون في بلد يعاني من حالة ذهنية انكماشية. تعلق لوموند التي تكتب: عانى والداي من فقاعة الثمانينات واعتقدا أن الحكومة ستجعل حياتهم أسهل، يجب علينا الادخار قدر الإمكان وعدم المخاطرة بأدنى حد. نشأت في الفترة التي أعقبت انفجار هذه الفقاعة في بداية سنوات 1990، وصفت بالعقد الضائع لأنه تميز بنمو شبه معدوم. كلام هذا الشاب الياباني المتعاقد في قطاع الإعلام يشهد على عدم الثقة في المستقبل الذي يؤثر على جيله، قلقا بشأن قدرته على التطور وزيادة قوته الشرائية والاستفادة من تقاعد لائق، على وشك ترك منصبه في 16 من سبتمبر بعد قرابة 8 سنوات في السلطة، ما لم ينجح رئيس الوزراء شينزو آبي مثل أسلافه في إحباط المخاوف على مستقبل اليابانيين، حيث كان الاقتصاد العالمي الثالث يغرق في الانكماش. إذا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة اندبندنت عربية بقلم هامش ماكراي بعنوان: الصين تزعم انتصارها على كورونا لكن ثمن الجائحة الحقيقي آت. خرجت بكين من هذه الأزمة بأفضل مما فعل آخرون، وقد يكون المستقبل مختلفا كليا. يكفي إجراء بعض الحسابات كي يتبين سبب تفوق الصين، يكتب صاحب المقال. ووفق ما يعلم معظم الناس، تحتل الصين المرتبة الثانية بين الاقتصادات الكبرى عالميا، وتسير بخطوات ثابتة أيضا في طريقها نحو إغلاق الفجوة التي تفصلها عن الولايات المتحدة. واصطرادا ثمة فجوة أوسع بين الصين وأوروبا، قد يتبين هذه الأرقام خاطئة، وعلينا توخي الحذر دائما من أي بيانات اقتصادية تصدرها الصين. لكن لا يمكننا تجنب خلاصة قاسية مفادها أن الفيروس سدد ضربة أقصى للغرب مما فعل للصين، حتى أنه عجل حوالي عقد من الزمن تاريخ تفوق الصين على الولايات المتحدة لجهة الحجم الاقتصادي. تلفت اندبندنت عربية. إذن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى كاريكاتير اليوم بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتي، ونطالعه مع ضيفي رشيد الفعم وتعليقك حول هذا الكاريكاتير. هو كاريكاتير معبر أستاذ سعود، ويؤكد على أن مهما كان هناك تعليم عن بعد، ومهما وصلنا إلى تكنولوجيا متقدمة، ومهما وصلنا إلى جيل خامس وصادف سابع، لن يكون المدرسة بديل. وهو يؤكد أن الصورة تؤكد أن ولي أمر يشير إلى أن المدرسة أرحم من، يعني كما جاء في الرسمة، أرحم من وضعية أن تكون هناك رقابة من أولياء الأمور لأبنائهم للشرح التفصيلي لما يخص شرح الدروس في المدارس. لذلك
هي صورة معبرة لما يعاني أولياء الأمور من مثل هذا النظام يعني الغير عادي والغير تقليدي، والذي يؤكد على مكانة المدرسة في تعليم يعني الطلاب. نعم، وبهذا الكاريكاتير وصلنا إلى ختام حلقتنا. ما يسعني أن أشكر ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، أهلا وسهلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في نفس التوقيت غدا بإذن الله، إلى اللقاء.